أنا بتكلم في موضوع، لأن موضوع وايد مهم، وهو من مبدأ إن الساكت عن الحق شيطان أخرس. كلنا شفنا اللي صار مع أبوتك اللي هو عبد الله الجعصر. قد يكون الرجل خانة التعبير، ما عرف يوصل المسج اللي هو يبي يقوله بعيد عن التأويلات. عبد الله أنا شفته من خلال الإكسبلور طلع تحجج، هو تحجج إنه ما في حق هذول مثلا، يعني الشباب اللي يقول أنا أبي أتزوج مثلا واحدة ما شافت ريال غيري، فهو قال حتى أمهاتك أو أمك شافت رجل في حياتها، يعني مو شرط إن عرفت ريال أو شافت ريال معناه إن شيء فيه طعن بالشرف أو بالعرض. يعني اليوم إحنا قاعد نروح الجمعية نشوف بنات وشباب من جميع الأعمار بالجامعات بالشارع بالكليات بالطيارة بكل مكان، مو لازم حتى عند الطبيب قاعد تشوف ريال والرجل قاعد يشوف مرة، هاي شيء طبيعي. يعني ليش خذيته دائما ان عبد الله لا اكيد يقصد شيء طعن بالاعراض اسائل البنات المجتمع؟ زين مو بنات المجتمع هذول في الاخر هم امه وخواته وعماته وكل، يعني بس انا احس ان في تجير للاسائله عبودك. في ناس مع احترامي يعني ناطره الزله على عبودك، ما يصير. يعني من يوم موضوع عزكم الله موضوع الكلب ماله والسب وما شنو حقوق الحيوان والدنيا وهذا، يعني انا ما ادري، يعني هل انتم تحملون ضغينه على عبودكم؟ بس عبودكم ما يشي ضغينه، دليل انه في محامين نفس المحامي اللي اشتكى عليه بالمره الاولانيه طلع وهو نفسه اشتكى عليه مره ثانيه، صايرة كأنه نظام. يعني أنا قاعد لك قاعدة زين، أنا عشان نعطي لكل واحد حقه زين، إذا سالفة أن عبودك قال هالكلام ويقصد من وراء الإساءة إلى المجتمع وإلى البنات وإلى ما شنو والأعراض وطعن، زين ماشي حبايبي زين. مو محمد صفر فنان الكويتي شاب قبل حوالي 3 شهور أقل من 3 شهور طلع في سنابات أساء إلى الكثير من المشهورات وتلفظ بألفاظ جدا سيئة، تحكي حتى عن الملابس الداخلية حق السيدات مع احترامنا. وأنا ما أقدر أنزل الفيديو مال محمد صفر، هذا اللي فيه الإساءة. والمستغرب في هذا الموضوع إنه لم يتم استدعائه محمد صفر لا من قبل جرائم إلكترونية ولا من النيابة، ولا شفنا محامي رفع قضية. وهالحكي أنا ما أخذته من محمد صفر، لما تكلمت وياه بالتليفون قال أنا مستغرب إن أنا ما حد يعني استدعاني، والفيديو موجود على اليوتيوب كتبه محمد صفر يهاجم المشهورين أو المشهورات. شوفوا الألفاظ اللي تم ذكرها في الفيديو مال محمد صفر، يطلع فيديو عبودك ولا حتى 1%، ولا هني ربكم غفور رحيم وهني ربكم شديد العقاب، ما يصير. في قانون، في مبدأ، في موضوع مشي على الكل. تبي تحاسب عبودك حاسب محمد صفر، يعني ما يصير. والكلام اللي قاله محمد صفر وايد صعب، ما اقدر اقول، بس تحكي يعني واحد قاعد يتحكي حتى عن الطريقه انه يعني حتى عن ملابس النساء الداخليه، يعني بهالطريقه باللفظ اللي الواحد يستحي يقوله. ما لا نرفع عليه قضايا ولا الجرائم الالكترونيه استدعته، مع احترامنا الشديد لهم. لا معزل ليش؟
وهذا عبودك كل يوم شالعين قلب والديه عليه. وفي شغله انا بتحكي عن شغله هم بسالفه عبودك، لما الناس قاعده تحكي عن في فيديو حقه او سنابات مع شخص قاعد يصور عبودك، وشويه عبودك شويه الشورت او هذا شويه نازل، هذا مو عبودك زين، عبودك مو اللي قاعد يصور، اللي صوره ونزله وما تشيك عليه هذا المفروض يتعاقب. ان انت لو تحب صاحبك يا اخي قول له يا عبد الله ارفع شويه الشورت او البنطلون او هذا، دال ما انت تسوي هذا الوضع يعني بهالطريقه تقول خدش حياء وما ادري شنو، بعد هو مو مصور قاعد يشوف. انا ما دافع عن عبودك صدقوني لو هو غلطان كنت انا اول وحده طلعت وهاجمته، بس ولد مظلوم والرجل ماشي على القانون، ما استدعيته وراح، مع انه والله انا سبق وامانه انا اعترف ان انا لما كلمته انا نصحته قلت له عبد الله لا تروح النيابه ويك اند راح تنحجز قعدوني الاسبوع اللي وراه. الريال مو خايف مو مسوي شيء، دق عليه الو راح ما يقدر يقول مريض ويقدر يقول تعبان ويقدر يقول ان شاء الله انا ريلي مكسوره، يروح لهم حاط جبس ما عنده مشكله. في ناس تتلاعب، بس عبودك مو خايف وهو واثق انه هو ما طعن في اعراض احد، عشان كله ما قال ما في مره ما شافت ريال. انا مره انا واحده انا متزوجت عمري 16 سنه غير ريلي شايفه ريايل، يعني شنو المشكله؟ وين الماساه؟ لازم شايفه ريايل، لازم في شيء مو زين، شيء يخدش الحياء، شيء مو من عاداتنا من شايفه ريايل في الجمعيه في الصيدليه في المستشفى من بالدنيا بالطياره، يعني ايش دعوه؟ احنا لما نسافر لما نروح دوله ثانيه نقول ما احنا شايفين ريايل؟ رجاء حجبوا الريايل حق وين قاعدين؟ ففي اشياء وايد تنرفز. انا عندي تبون تحاسبون عبودك ما عندنا مانع، بس حاسبوا محمد صفر. هذا مو انا قاعد اشيش، لا الحق حق. وين التبع؟ محمد صفر ما قصر. يعني انه يتحكى بالمشهورات بهالطريقه. ف الله يفك عوقه عبد الله جاسر عبودك، وان شاء الله الله يردك سالم غانم حقها.